تفضلي. السلام عليكم، سميتي فاطمة مرنوسي، عضو ناشط بالنادي الثقافي للمدرسة المحمدية للمهندسين إيمينونس. بغيت نهضر لكم شوية على الحدث ديالنا اللي هو إيمي كارفور، حدث ثقافي. هو يستطال على يومين، في اليوم الأول تتكون هي عبارة عن مسابقة ثقافية، في اليوم الأول تتكون مسابقة ما بين الشعب ديال المؤسسة، يعني 9 شعب باش نحددوا الفريق اللي هيباري معنا في النهار الثاني، اللي تيكونوا فيه عدة مدارس، المدارس العليا مثل المدرسة المعمارية للمهندسين، مدرسة الاتصال والمواصلات لي ام بي تي، الانسيا والى اخره. يعني هذا الحدث هو تجرى كل سنة في المؤسسة ديالنا، هو في دورته السادسة، واليوم إن شاء الله هتكون المسابقة اللي ما بين المدارس. البارح شهدنا المسابقة ما بين الشعب كيف ما ذكرت، وهي تيكونوا العديد من الفنانين والمواهب، يعني المواهب الشابة وكذلك المواهب المعروفة على الصعيد الفني والثقافي، باش نحفزوا هذا الجانب الثقافي اللي تتميز به النادي ديالنا. كاين شي اسماء حاضرة اليوم؟ حاضر معنا الفكاهي بن كيكي اللي حضر مراكش جوغيغ، وحاضر معنا فريق هاليلويا، هو فريق ناشط شاب يعني تميز بالوريجيناليتي ديالو ما بين المدارس العليا وما تقراو. صافي، وحاضرة معنا أيضا الكوغال ديال محمد سانك ديال الجمعية محمد سانك، والعديد من الفنانين. كاين شي إضافة خصوص يعني النشاط اليوم؟ بالنسبة للنشاط اليوم هو هذا، يعني هي مسابقة ثقافية. واخا بالنسبة للكلوب ديالكم واش كينظم شي أنشطة أخرى ولا هذا النشاط الوحيد اللي كينظم سنويا؟ بغيت نهضر لكم شوية على النادي ديالنا، يعني إضافة لهذا النشاط اللي هو مسابقة ثقافية، فالنادي ديالنا حافل بمجموعة من ليزاتوليي اللي تم نظمو، إضافة إلى لا سومان سينيماتوغرافيك يعني اللي تتشهد العرض ديال مجموعة من الأفلام إلى آخره. وأيضا كان هناك حدث Art Connection، يعني شهد الحضور ديال واحد من الفنانات متألقات مستوى وطني صباغة وإلى آخره. وهناك نوادي واحدة أخرى كنادي الطبخ إني شيف، يعني تيجي عندنا شيف ديال الطبخ مشهور، ويتم هناك زعما تنحاولوا أعمال التلاميذ معنا، وتنحاولوا حتى هما يكتشفوا ذاك فن الطبخ اللي هو حتى هو تيدخل في الثقافة. هناك ايضا ايمي بلوم، يعني تيكون في منافسة على صعيد المدارس، يعني باش نحددوا الناس اللي عندهم هذيك الموهبة الكتابة اللي مع الاسف بدات تتمقارن، يعني تنحاولوا نحفزوها شوية ونعطيهم فرصة يعني باش يبرزوا هذه الموهبة. المهم انشطة اخرى. طيب نجيب التوفيق لكم. شكرا بزاف، شكرا.